كمية الكالسيوم عند المرأة اللي عم ترضع كتير مهمة، ضروري توصل لل 1300 ميلي جرام بالنهار، وهذا الشيء فينا نوصل له من خلال شرب الحليب، تناول أكل غني بالكالسيوم مثل الأجبان، خاصة الجبنة اللي بتكون قاسية. تقريبا كوب من الحليب فيه 300 ميلي جرام، سو ضروري تكون عم بتنوع وعم تتناول كذا شغله. كمان فينا ناخد الاورنج جوس اللي بيكون مدعم بالكالسيوم، بهالطريقه بتكون عم تأمن احتياجاتها خلال النهار.